بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحانه وجهه، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إلهي إلهي فاجعلنا من الذين إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك ويا بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون، قد كشف الغطاء عن أبصاره، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك
عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذبا في معين المعاملة شربهم، وطابا في مجلس الأنس سرهم، وأمنا في موطن المخافة سربهم، واطمأنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم، وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقررت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم، واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمون قراره، وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارته، إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب، وما أطيب طعم حبك يا وما أغذب الشرب وقربك، فأعذنا من طردك وإبعادك، واجعلنا من أخص عارفيك، وأصلح عبادك وأصدق طائعيك، وأخلص عبادك يا عظيم يا جليل يا كريم يا منير
برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين.